رجل متزوج لكن أهله يرغبون أن يطلق زوجته لعدم التفاهم معه وبينه وبين إخوته في المنزل، ولم تأتي بشيء يوجب طلاقها علما بأن المحبة والتفاهم سائد بين الرجل وامرأته، فما العمل جزاكم الله خيرا؟ إذا تزوج الرجل امرأة لم تناسب أهله ولم يحصل توائم بينها وبين أهله هذا محل تفصيل، إن كان ذلك لسوء تصرفاتها وسوء عملها وأنها تتهم بالشر فينبغي له فراقها، والنساء سواها كثير. أما إذا كان لأمر آخر فينبغي له يعالج الأوضاع بالهدوء والكلام الطيب والعبارات الحسنة والأساليب الطيبة، ولا يجهل الأمور، لا يجهل الأمور، ولا ينبغي يعالجها بالعلاج الحسن، ولا سيما إذا كان الكلام بينه وبين إخوته فأمر أسهل. أما إذا كان بين الأبوين فأمر أشد، ينبغي له يجتهد في علاج الموضوع مع أبوين لأن حقهما عظيم ولا برهما واجب، فينبغي يعالج الأوضاع بأن يقول لها أن تتأدب معهما وأن تحسن الصلة بهما وأن تكف عما يسيء إليهما إذا كان صالحا بنفسها حتى تهدأ الأمور وحتى يرضي عنها وتزول أسباب المطالبة بفراقها. أما إذا كان هذا لانحرافها وسوء عقيدتها أو سوء خلقها باتهامها بالفواحش والانحراف والانحراف عن الدين فينبغي أن يطيع إخوته ووالده في ذلك وأن يبعدها، وسوف يعطيه الله خيرا منها كما قال الله جل وعلا: ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من هذا الأهل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نسأل الله الجميع الهداية.